السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم معايا من جديد في قناتي وقناتكم عالم امي المتنوعه. كنتمنى لا فيديو اليوم تلقاكم باتم الصحه والعافيه. قبل ما نبداو هذا لا فيديو نتوكلوا على بركه الله، بغيت نشكر الناس اللي كيتواصلوا معايا في الخاص والناس اللي كيطلبوا مني انني نمشي لمشاريع معينه. باذن الله ان شاء الله غير تابعوا القناه وشجعوها وما تنساوهاش من البارطاج ومن اللايكات، لان كل ما كثروا اللايكات وكل ما كثر البارطاج كل ما كتطلع وكتبان للناس اللي ما عارفينهاش. المهم هادي غير ما بين قوسين، وبغيت نقول للناس اللي كيتفرجوا فيا ومازال ما داوش ابوني ما غتخسروا والو، بالك هذاك الزر ديال الابوني وفعل الجرس باش توصل بكل ما هو جديد. ومرحبا بكم معنا، ما لقيتوش اليوم غدا تلقاو باذن الله، وكان وعدكم ان كل واحد كيقلب على شي حاجه باذن الله وتيسير الله وبوجود الله باذن الله غيلقى داكشي اللي كيقلب عليه. نتوما جالسين في ديوركم مرتاحين ليا مع راسكم، انا نقلب لكم اسيدي على الجديد وانا نجيب لكم. نزولا عند طلب المتتبعين اللي خارج مدينه طنجه واللي كيقولوا لي الله يجازيك بالخير، واش ما كاينش شي مشاريع في مدن اخرى ديال الشركه ديال بن مسعود؟ جبت لكم الجديد. المشاريع ديال بن مسعود كاينه في كازا، كازا وفي مراكش. هاد الفيديو هذا ماشي في كازا ماشي في مراكش، حنا في طنجة، ولكن ارتئيت انني نخرج للزرقاء باش نصور لكم باش نعطيكم المعلومات كاملة. اتصلنا بالناس ديال بن مسعود، عطاونا جميع المعلومات ديال الناس اللي كاين في كازا والناس اللي كاين في مراكش على حساب الشركة ديال ايبيك ديال بن مسعود، وكاينة في كازا. غتقولوا لي فين؟ غنقول لكم جات في البرنوسي. انا ما كنعرفش كازا بزاف، يعني الناس ديال كازا باغي يعرفوا البرنوسي، جات في العماله، قريبه للعماله، قدام العماله، في الشارع الرئيسي اللي قدام العماله ديال البرنوسي. منطق كنظن، خليوا لي في لي كومونتير واش منطقه زوينه. كنعرف البرنوسي مزيان، يعني زعما كنسمع عليه انه مزيان. شنو بغيت تقول شي حاجه بعدا؟ السلام عليكم. عليكم السلام. هو اللي اتصل بهم صراحه، وهو اللي بغيت نقول ان حتى الناس اللي ساكنين في كازا وقرابين البرنوسي يدوزوا تما ويقولوا لنا واش فعلا هاد العنوان هذا، واش كاين هاد الناس حدا العماله ديال البرنوسي؟ يلاه باقي ما طالعينش العماره باش ولا مازال، لان يلاه حفروا في الارض، يلاه كيحفروا في الساس، يلاه حفروا. كنتمنى الناس ديال كازا، كاين الكرياج داير وكاين الحفير، هادشي اللي قالوا لنا. وعليها انا كنقول لكم ما غتخسروا والو الا بارطاجيتي. الناس ديال طنجه اللي عندهم عائلتهم في كازا، او الناس اللي كاين متتبعين من كازا كيقولوا لي الله يجزيك بالخير واش كاين شي حاجه في كازا، واش كاين شي حاجه في البوزنيقه، في شي حاجه في المحمديه. احنا نهار على نهار كنقلبوا لكم وكنسولوا وكنجيبوا لكم لي زانفورماسيون كما كنقولوا. المهم قال لك قدام العماله غيكونوا دي ريزيدونس، من الميتراج فيهم من 59 حتى 107. اوت ستاندينغ، اش كان قصدوا باوت ستاندينغ؟ كاين اللي كيسمع اوت ستاندينغ كيسحابو غتكون المساحه كبيره، لا، اوت ستاندينغ معنيه بالفينيسيون، كتكون الفينيسيون شويه زايده. وعاوتاني ما نساوش، راه كاين شي ناس كيطلبوا مني شي حاجه انا كنقولها مستحيله، كيقول لك بغيت 25 مليون اوف سونتر، ما يمكنش. هي 25 مليون اوف سونتر غتكون فيها الميتراج قليل 50 متر، ولكن ما غتكونش ب 25 مليون. يقدوا في الوراق يعطيوك 25 مليون، ولكن في النوار غيقيدوا لك 40 50 مليون، لان راه في سونتر جات قريب لكل شيء. المهم هذه غير بين قوسين، لانني كما تعودتوا عليا الصراحه ما كنخبي حتى حاجه، وما كنبغي نوصل لكم المعلومه كما هي باش ما يمشيش شي حد تلتل تما عندهم يقول لي لا وهذيك راه فيها النوا ولا ما فيهاش. ان شاء الله غنزل لكم فيديوهات عن قريب، غنزل لكم فيديوهات ب 25 مليون، ولكن سيروا تفهموا مع صاحب المشروع. انا اللي عليا هذاك اللي ما عارفش ان ديك البلاصه فيها المشروع انا كنجيبها له، والثمن ولا ماشي الثمن انا ما عندي لا ناقه لا جمال في هذا الشيء كامل. انا القناه ديالي كنقولها لكم ديالكم وبيكم، ما عندي غرض في حتى شي حد اخر. المهم نكملوا الفيديو ديالنا. كنا في قدام العماله ديال البرنوسي من 59 حتى 107 المتر، الثمن من 12000 درهم، ثمن المتر من 12000 درهم حتى 13000 درهم، فيهم جوج البيوت وصالون وحمام وكوزينه اكيد. غتقولوا باش ما نطولش عليكم بزاف، طريقه ديال الاداء كدفع لهم 30%، وهادو من لهنا عامون صعد غيوجدوا، وديك 70% اللي كتبقى ديك الساعه انت وياهم كتمشي. مازال حد الان ما عرفوش الطريقه ديال التعامل بالضبط كيفاش غتكون، واش بحال طنجه هنايا انك كتبقى تخلص كل شهر واحد المونطو معين، وعاد كتوصل كتبقى لك ديك 40%،
عاد كتخلص على 3 سنين ولا شي حاجه. المهم باقي ما عارفينش شنو كاين حيت يلاه بداو. المهم تواصل، انا غنخلي لكم الرقم ديال السيد، الاسم ديالو ايوب، غنخليه لكم وتواصلوا معاه. وهاد الريزيدونس هادي غيكون فيها واحد الحمام تركي، يعني على حساب ديك الريزيدونس كامله. في وسط الريزيدونس كتدخلوا كتلقاو الحمام التركي على حساب هذيك، وقال كيد اسباس فير، هذه كتبقى اونتر بارونتيز. المهم هادو هما المعلومات، غنخلي لكم رقم التليفون. قلنا جهه العماله من 59 حتى 107 من 12 ل 13000 درهم المتر الكاري. غتقولوا لي كيفاش، غنقول لكم واحد المعلومه اخرى بالنسبه على حساب التصبيق كيفاش داير. الا غتسبقوا 30% وغتقول لي علاش الثمن ما بين 12 13، راه كاين ديو اللي كيجيو شوكه، هادوك كيتباعوا بثمن زايد. في المثل الدار شوكه 13000 درهم، ديرنا الكالكولاتريس الله يرضي عليك حيت كاين اللي كيبغي. في المثل فيها 100 متر شحال غتجيب؟ 130 مليون، كتجيب 130 مليون. دفعتي 30% راه غتبقى لك ب 130 مليون. دفعتي 50% راه كينقصوا لك عاود ديك 13000 درهم المتر، وغيرجعوا لك غير ب 12500 المتر. هادشي اللي قالنا السيد، وتواصلوا معاه وهو يعطيكم الافاده. هو ما حددش بالضبط شحال الثمن اللي غادي ينقص، ولكن القول ديالو، القول ديالو كيقول على ان التسويق اللي غيتعطى هو اللي غيحدد الثمن الفيني ديال الدار ديال المتراج. المهم انا غنخلي لكم الرقم ديال السيد، بمعنى ان الا دفعتي شحال ما دفعتي في لافونس بزاف زايده، غادي ينقصوا لك في المتر، في الثمن ديال الدار، في الثمن ديال الدار. المهم وبالنسبه لمراكش في جنان السبيل عندهم جوج الغرف وحمام وصالون وطواليت من 68 متر حتى 70 متر. هادو على فكره هاد مراكش راه قرابين يساليو. بالنسبه للكازا راه يلاه بداو. بالنسبه لمراكش تقريبا باعوا 80%، 80% تباعت. غتقول لي فين جات؟ غنقول لكم جات في الدخله ديال الطريق ديال الدخله ديال مراكش، الطريق ديال كازا، راه قدام اوتيل العكروز. الناس اللي كيعرفوا مراكش راه قدام اوتيل العكروز، راه تما كاين واحد مسجد كيبني واحد السيد قطري ام عائشه، تما كاين مسجد. وعندهم حتى البقعه ديال الفيلات، البقعه ديال الفيلات كيتراوحوا ما بين 366 متر كاري و 408 متر. اللي مهتم اكيد، اللي مهتم بالبقعة الفيلات يمشي عندهم ويتفاهم معاهم. وبالنسبه للمتراج ديال مراكش من 11000 درهم حتى 12000 درهم. وعندك الباركي ديال الطوموبيل فيه 13 متر داخل في هذا السكن هذا. غنخلي لكم النمره ديال السيد، سميتو صلاح الدين، كما قلت غنخلي لكم النمره ديالو. صلاح الدين هو ديال كازا، وايوب صلاح الدين هو ديال مراكش استسمح، وايوب هو ديال كازا. المهم انا ما عليا الا كما كنقولوا كنقلب لكم ونجيب لكم، وانتم ما عليكم الا بالتشجيعات وتواصلوا معاهم. نخلي لكم رقم الهاتف ديالهم وتواصلوا معاهم، ربما يكون انا نسيت، حنا نسينا شي معلومه، هما يقدروا يعطوها لكم. وكاع اللي في كازا او اللي في مراكش يمشيو لعين المكان ياك، باش يمشيو لعين المكان قرابين ويتاكدوا من المعلومه. وقبل ما يمشيو كاين التليفون غادي يعيطوا ويقولوا لهم بالضبط فين كاين، وغادي يمشيو نعين المكان يشوفوا شنو باقي، شنو تباع، شنو واش داكشي كاين حقيقه ولا لا. وكنتمنى يجاوبونا في الكومونتير يقولوا لنا شنو وجدوا، واش اتصلوا بهم فعلا في هذه البلاصه اللي مشينا جبروهم ولا لا، وشنو جبروا، واش هاد المعلومات اللي عطينا صحيحه ولا ماشي صحيحه، لان حنايا اتصلنا بالناس ديالهم هما اللي عطونا هاد المعلومات. وحاجه اخرى، راه بنادم اللي كاين في عين المكان علاش ما يمشيش لعندهم؟ لان التليفون راه ماشي بحال مشيتي انت وصلتي عندهم وخديتي المعلومات كامله وجلستي معاهم وتناقشتي معاهم. وكما كنقول لكم وكما كنعاود نقول لكم، حتى حد ما يعطي شي ريال تيمشي يسول. حنا كنعرفوا الشركه ديال سعود هنا في طنجه عندها سمعه طيبه وما عندوش غير مشروع لا جوج لا ثلاثه، تبارك الله اكثر من 20 عام وهو هنا في طنجه، يعني السيد معقول. وكنتمنى انكم تسيروا لتما، سولوا، قلبوا وجاوبوني في لي كومونتير. حتى انا نقول لكم واحد الحاجه صراحه، نقول لكم واحد الحاجه، الله يجازيكم بالخير، بحال اللي انا كنمشي وكندير مجهود وكنقلب لكم، حتى نتوما الله يجازيكم بالخير. اللي مشى لتما اولا تواصل معاهم اولا ساكن في البرنوسي اولا في مراكش اولا هذا، ما غيخسر والو، يجي لهذا الفيديو ويدير واحد الكومونتير ويعطي، باش حتى الناس كاين اللي غينتقل، كاين اللي في البوزنيقه اولا في المحمديه اولا في الرباط بغى يشري في كازا، بغى يشري في البرنوسي، كيعجبو هذيك مدينته كيبغيها، بغى يمشي يشري. ملي غيدخل لي كومونتير وغيشوف الفيديو اوتوماتيكمون، كنا اي حد فينا كيسمع الفيديو بودنيه وكيقرا لي كومونتير الناس شنو كاتبين لتحت،
هذا كما كنقولوا ستانفيس فينا كاملين. المهم انا طولت عليكم بزاف، شكرا لكم، كنتمنى تبارطاجيو الفيديو، بارطاجيوه باش يوصل لمجموعه كبيره ديال الناس، والله يجازيكم بالخير. وحاجه واحده كنطلبها منكم، وبالنسبه للناس اللي باغا تعاوني وباغا الفيديوهات يوصلوا، وش نقول لكم، الله يجازيكم بالخير، الفيديو شوفوه من الاول حتى الاخر، ما اغلبيه الفيديوهات ديالي كندير فيهم 8 دقائق 10 دقائق، ماشي بزاف، حيت راه كل ما شتي الفيديو بزاف كل ما اليوتيوب كيقترحوا على ناس اخرين يقدروا يستافدوا منه. شكرا لكم وشكرا للتشجيعات ديالكم، غنعاودها ونعاودها، لايك والتعليق والبارطاج، واللي ما مشتركش يشترك، ومرحبا بكم كلكم في قناتكم عالم أمي متنوعة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.